السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم عصير الخروب عشان كل عام وانتم بخير. رمضان الواحد بيشرب أشياء زي هيك. بنحط الطنجرة على النار وبنحط عليها نص كاسة سكر، نستناها تصير كراميل. كل شوي نحرك قبل ما نشوف لونها صار ذهبي. هاي تقريبا بدأت يحمر السكر. لما نحركه عشان ما ينحرق من جهة وجهة، لا مثل هيك. شايفين كيف لونه تغير؟ هذا بيعطي طعم للخروب. هسه بجيب الخروب بجيب الخروب بنحطه بنحط عليه مي. بنحط عليه، احنا قلنا حطينا مق خروب ونص مق سكر، ونحط 4 مقات او 5 مقات مي وبنخليه يغلي. يغلي له غلوة او غلوتين وبنطفي عليه، وبعدين بنخليه يبرد ونحط عليه قطعتين ثلج وبنشربه. وان شاء الله بس يغلي بفرجيكم كيف بدي اسويه. وهيك غلي الخروب، بدي استناه يبرد واصفيه واحط عليه ثلج ونحطه بالثلاجة ان شاء الله بس يبرد فرجكم اياه ان شاء الله. بعد ما غلي الخروب بدنا نصفيه. بعدين بنحطه بقزازة وبنحطه بالثلاجة قبل ما يبرد. وهيك الخروب بكون جاهز، وصفيته حطيته بقزازة، بدي احطه بالثلاجة وصحتين وعافية.